ما المانع انه المسجد يسوي دوري كرة قدم للحي؟ ما المانع؟ احنا نعرف الصحابة كانوا بيلعبوا في المسجد، وقصة ذكرناها كثيرا عن الأحباش لما كانوا يرقصوا في المسجد النبوي، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام رآهم يرقصون فقال لعائشة: يا عائشة أتحبين أن تنظري؟ قالت: بلى يا رسول الله. وجاءت حطت ذقنها على كتفه وأسندت رأسها على خده صلى الله عليه وسلم، وجلسوا يتفرجوا على الأحباش يرقصون وينشدون في داخل المسجد النبوي، وجلسوا يتفرجوا. كل شوية الرسول عليه السلام يطول في عائشة، عنده أشغال الله أعلم إيش في غزوة برا، ولكنه كان رفيق مع زوجاتي. قال لها: أفرغتي؟ قالت له عائشة رضي الله عنها: لا. وفضلت تتفرج شوية، رجع لها: أفرغتي؟ لا. ثالث مرة قال لها: أفرغتي؟ قالت له: نعم يا رسول الله. فذهبت. فجاء عمر رضي الله عنه، شاف الأحباش يرقصون في المسجد، فاستاء وتعجب من هذا المنظر، أنه يعني كان عنده يمكن نظرة للمسجد أنه له هيبة، ما ينفع يكون في رقص ويكون في إنشاد. فجاء بالحصى يريد أن يرمي الأحباش: ماذا تفعلون في مسجد رسول الله؟ فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعهم يا عمر، لتعلم يهود إن في ديننا فسحة أو فسحة، عشان يعرفوا الناس أن ديننا ما هو معقد، ديننا يحتوي كل احتياجات البشر بما فيها الترفيه. مش هنخلص، كل شوية يطلعوا لنا بشيء.